بارك سيدنا ويوم عظيم وبركة كبيرة وبرشية عظيمة سيدنا بركة كبيرة للبرشية ربنا يديمه ألف مبروك. احنا فرحانين خالص النهاردة لبرشية كرسي أسيوط وساحل سليم والبداري ودير العذراء في إدرونكا النهاردة يبقى لها أسقف خلفا لأبينا الحبيب المتنيح نيافة أنبا مخاييل. والحقيقة نيافة أنبا يؤنس من الشخصيات المحبوبة واللي له خبرة وحكمة واسعة، يكفي خدمته الكبيرة مع المتنيح أبينا قداسة البابا شنودة الثالث، وإحنا بنصلي أنه تبقى أسيوط في عهده في كل بركة وخير وسلام. وإحنا طبعا مجاورين لسيدنا أنبا يؤنس جدا، ففرحانين بنهني سيدنا بشعب عظيم شعب أسيوط، وبنهني شعب أسيوط بنيافة أنبا يؤنس بخدمة مباركة. سيدنا الأنبا يؤنس خدمت معاه مع قداسة البابا شنودة الثالث في السكرتارية، وكنت أب اعتراف الراهبات الأديرة اللي موجودة في مصر، وجدت فيه أبوة كاملة وحكمة في التصرف وعدم التسرع، ودي كلها حاجات مهمة للخادم إن هو علشان يعني عمله يكون منظم مش في السرعة ولكن في الصح. بنبارك لنيافة الأنبا يؤنس وشعب أسيوط على الفرحة الكبيرة، الكنيسة كلها فرحانة وشعب أسيوط كله فرحان وكل الآباء الأسقفة فرحانين، تجد سمة الفرح موجودة في هذا اليوم المبارك. مبروك لشعب أسيوط ومبروك لسيدنا الأنبا يوحنس. احنا بنهني شعب أسيوط كله بالقلب الممتلئ حب، بالإنسان الممتلئ حيوية ونشاط. نيافة الأنبا يوحنس لنا ثقة أن ربنا هيشتغل بيه كتير جدا جدا يكمل رسالة أنبا بخير إن شاء الله. سيدنا أنبا يؤنس ألف مبروك لنيافتك تجلسك على كرسي برشية أسيوط وتوابعها، ومبروك لشعب أسيوط عليكم هذا الأسقف الجليل، ونصلي لك ربنا يساعدك في هذه المهمة العظيمة والكبيرة والخطيرة. طبعا النهاردة احنا بنبارك لأنبا يؤنس، بنبارك لشعب أسيوط كله. حقيقة أنبا يؤنس هيعمل نقلة حلوة جدا في خطوات قصيرة، هيكمل المشوار الحلو اللي ابتداه نيافة الحبر الجليل أنبا مخاييل. احنا طبعا نعرف عن أنبا يؤنس دراسته الحلوة للإنجيل، نعرف عن أنبا يؤنس التسبيحة الحلوة بتاعته، نعرف عن أنبا يؤنس قداسه المعزي، نعرف عنه حاجات حلوة كتير. ربنا يبارك ويكمل المجهود ويبتدي خطوات حلوة يكمل بيها التعب اللي ابتداه نيافة أنبا مخاييل. ألف مبروك نيافة أخونا الحبيب الأنبا يؤنس، له معزة كبيرة جدا في قلوبنا ولنا ثقة وصلة به منذ كان شابا، وفي كلية الطب نحن نصلي من أجله لكي يعين الرب في خدمته ويقويه ويسنده ليقوم بهذه الخدمة على حسب مشيئة الرب. بنهنئ شعب أسيوط وبرشية أسيوط بنيافة الحبر الجليل أنبا يؤنس، هذا الإنسان الذي جسمه كله يشتعل بالخدمة والحب والاتضاع والعطاء، راهب ناسك، خادم شاطر، محب لكل الناس، ومحبته بتفيض على كل أحبائه اعضاء المجمع المقدس. نهنئه بهذا التجليس مع التوفيق والبركات بصلاة امنا العذراء وجميع القديسين. احنا بنهني شعب اسيوط بتجليس نيافة الأنبا يؤنس، وهو عنده خبرة كبيرة، وبالتوفيق ان شاء الله وهدوان السر، وربنا يعينه. ومزمور الليلة بيتكلم عن نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، ودي مسؤولية كبيرة على الأب الأسقف. ربنا يوفق
مرة تانية بنهني شعب أسيوط بهذا التجليس المبارك، ونسمع أخبار طيبة، وربنا يكون معاكم، ربنا يبارك في كل خدمته وفي كل عمله. بنبارك لسيدنا أنيافة الحبر الجليل الأنبا أنس، وبنقول لنيافته ألف مبروك، وربنا يقويه ويساعده ويعينه، وزي ما هو قال في بداية كلمته يسير على خطى مثلث الرحمات المتنيح نيافة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط. احنا جايين النهاردة مع نيافة الأنبا أشعية أسقف طهطة، وجايين نهني نيافة الأنبا يؤنس اللي احنا نعرفه من زمن بعيد بحكم ان احنا من دير أنبا أنطونيوس وهو من دير الأنبا بولا. بنقول له ربنا يثبتك على كرسيك ويعطيك نعمة الآباء اللي سبقوك ويكون معاك، وكل سنة وهو طيب. أنا نهنئ نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤنس أسقفنا المحبوب، خدمت مع نيافته سنوات كثيرة جدا، وأعرفه من أول رسمتي في الكهنوت، أعرفه عن قرب. نيافة الأنبا يؤنس كأسقف أسقف متواضع جدا، أسقف محبوب، الابتسامة المشهور بيها وكلامه لولاده لما يقابل حد يقول يا دي النور يا دي النور، هو ينظر النور الصادر من ولاده مرسوم على وجوههم بابتسامته العجيبة. والحكاية دي بتتم دايما بعد صلوات قداس أو تسبيحة، ودايما كان يصلي لينا ويقول أسبوع كله فرح، أسبوع كله بركة، أسبوع مليان بالخير، يديكوا ربنا معونة وتعيشوا يا حبايب ونشوفكم. فدايما كلمة يا حبايب أو منورين دي على لسانه. نيافة الأنبا يؤنس الأب الحنون اللي دايما يشعر بولاده. مبروك لشعب أسيوط الحلو، سيدنا أنبا ميخائيل ترك فيه بصمة حلوة وجميلة، وهنيئا لهم بسيدنا أنبا يؤنس الرجل الحلو والمحبوب، وسمعنا فضائل عنه كتيرة، ودي حاجات قليل من كثير في شخصية هذا الرجل العظيم سيدنا أنبا يؤنس، اللي احنا جايين مخصوص من اسكندرية عشان نهنيه لأنه راجل محبوب وابتسامته الحلوة جذبتنا ودخلت خليته يخش جوه قلوبنا. احنا نهني أنفسنا بتجليس نيافة الأنبا يؤنس على بروشية أسيوط، واحنا قلوبنا مملوءة فرحا وقلوبنا تهللت بتجليس نيافة الأنبا يؤنس أسقفنا. بنهني شعب أسيوط المبارك بنيافة الحبر الجليل الأنبا يؤنس بركة كبيرة لهذا المكان الطاهر، ليكمل كل السيرة العطرة اللي أسسها نيافة الحبر الجليل مطرنا الغالي إلى قلوبنا الأنبا ميخائيل. أحب أهنئ شعبنا كله، نهنئ أنفسنا، نهنئ نيافة أنبا يؤنس على هذه المهمة، لأن ربنا لما بيأتمن إنسان على مهمة يستحق التهنئة وأن تكون مسؤولية في حد ذاتها. بنهنئ سيدنا نيافة الأنبا يؤنس بتجليسه في محافظة أسيوط على أسيوط وساحل سليم والبداري ودير درونكا، وسيدنا تعلمنا منه البشاشة، وتعلمنا منه التسبيح، اتعلمنا منه الاتضاع، اتعلمنا منه حاجات كتير جدا. بنهنئ أنفسنا في أسيوط الأول، وبنقول لشعب أسيوط كله مبروك علينا نيافة الأنبا يؤنس، وبنقول سيدنا مبروك عليك أسيوط، وربنا يعين نيافتك على الخدمة وثقلها. احنا النهاردة في يوم عيد ونتشرف بحضراتكم وبأسرة جميع القنوات الفضائية المسيحية لمشاركتنا في هذا اليوم، وهو عيد تجليس قداسة الأنبا يؤنس أسقفا على مدينة ومطرنية أسيوط المحبة للمسيح. أنا عايز أقول بجد إن ربنا وفقنا فعلا في سيدنا الأنبا يؤنس بعد نياحة الأنبا ميخائيل، وبجد إحنا فرحانين جدا جدا جدا، وعايزين نديله حب وعطاء، لأن هو بجد هو إدى الأسيوط، لأن هو أصلا من أساس كان هنا في كلية أسيوط، فإحنا بجد بنحبه جدا، بنقول له ربنا يوفقك ويديك الصحة ويديك طولة العمر لينا. مبروك للأنبا يؤنس. مبروك علينا الأنبا يؤنس، وده بركة كبيرة لينا كلنا.
بركة كبيرة للأنبياء والناس للشعب أسيوط الكريم. مبروك علينا كل أنبياء والناس، وبنقول نتمنى لك خدمة سعيدة وسط شعبك وكنيستك في أسيوط، ويا رب دايما تصلي من أجلنا وتذكرنا أمام المسيح، وربنا يقف معاه ويديم كهنته لنا يا رب سنين عادلة وزمن سالمة هذا الأمدية. مبروك علينا الأنبياء والناس، وأسيوط دايما ربنا بيبعت لها قديسين من السماء، ومش ممكن أسيوط حد هيسيبها أبدا إلا من يكون البركة دايما بعد نياحة أبونا الأنبا ميخائيل. ونشكر ربنا ان السماء مفتوحه بتبعت لنا كل الايام قديسين، وربنا يبارك اسيوط وشعب اسيوط مسلمين ومسيحيين. مبروك للانبا يونس وربنا معاك. مبروك للانبا يونس. مبروك للانبا يونس وبنهني انفسنا عليه. مبروك للانبا يونس ولا شعب اسيوط. نهني انفسنا بنيافه الانبا يونس في وجوده في اسيوط، وربنا يجعل الايام كلها بركه وسلام لشعب اسيوط. الف مبروك علينا. الف مبروك للانبا يونس. مبروك للانبا يونس، واحنا بنحبك خالص. ربنا يديله البركه لشعب اسيوط ومحافظه اسيوط بالكامل. الف مبروك للانبا يونس. الف مبروك للانبا يونس. الف مبروك للانبا يونس، وربنا يخليه لينا ويكون حنون على شعبه. اول ما سمعنا ان هو بيجي اسيوط كنا عايزين نختاره، كنا عايزين ان هو يبقى الراعي بتاعنا. ربنا يديم رعايته لينا ويخليه لينا ويطول عمره. سيدنا انبا يونس بركه كبيره لينا. ربنا يخليك لينا انبا يونس ويديم كهنوتك. مبروك للانبا يونس، وربنا يخليه لينا ويطول في عمره. ربنا يخليه لينا، واحنا محتاجينه شعب مصر كله. ربي يخليه ويحافظ عليه. سعداء بيه جدا، هو نور اسيوط. مبسوطين جدا انبا يونس هيمسك ابرشيه اسيوط، يا رب يبارك في تعب خدمته معانا ويرعى الشعب والكنيسه وتكون ايام كلها سعيده. الف مبروك لنيافه الانبا يونس. مبروك للانبا يونس. مبروك للانبا يونس، مبروك لكل شعب اسيوط يعني، وربنا يكون معانا ان شاء الله في السنه دي ان شاء الله باذن الله. مبروك للانبا يونس. اقول له مبروك للانبا يونس، وربنا يخليه سنين طويله وازمنه سالمه مديده طويله هادئه، وربنا يستر عليه ويخليه. انا بحبك قوي يا سيدنا، وربنا يخليك لينا. الف مبروك للانبا يونس. مبروك على شعب اسيوط الانبا يونس. مبروك على شعب اسيوط الانبا يونس، بركه عظيمه طبعا، وان شاء الله كده عوضنا شويه عن الانبا ميخائيل. الف مبروك لاسيوط بالانبا يونس. مبروك للانبا يونس، وربنا يقويه على الخدمه اللي هو قايم بها دي. نشكر ربنا على اختيار السماء لصاحب النيافه الانبا يونس، وان شاء الله المسيح يعينه ويقف معاه، وتكون الكنيسه ما فرحانه بيه ومبسوطه بيه، وشعب اسيوط ان شاء الله كل الناس تبقى مبسوطه بيه. المسيح يديه نعمه. مبروك للانبا يونس، ومبروك لشعب اسيوط بالانبا يونس. فرحه كبيره للانبا يونس لشعب اسيوط، وبركه كبيره، واحنا بنصلي ان الست العذراء تحافظ عليه وتديه نعمه في الخدمه، وربنا يستخدمه في بلادنا. فرحه كبيره جدا لشعب اسيوط الانبا يونس، اسقف راعي صالح لشعب اسيوط. شعب اسيوط فرحان بيه جدا جدا، وهو فعلا يستاهل ان يمسك برشيط اسيوط. الف مبروك للانبا يونس، والف مبروك لشعب اسيوط كلها، ويكسي يكون مسيره خير ان شاء الله على شعب اسيوط. صاحب احلى ابتسامه الانبا يونس، وبنقول له الله يعينك على مطرانيه اسيوط لانها صعبه فعلا، وربنا معاك ويقويك علينا يا رب. نشكر ربنا على تجديد نيافة الانبا يونس اسقفها لاسيوط، واحنا سعداء بقداسته، وربنا يديه نعمه يا رب. الف مبروك ليه، وهو بركه لشعب اسيوط، ربنا يديم نديمه سنوات طويله ويديه طول العمر. احنا طبعا هنا بنهني انفسنا بنيافه الانبا يونس اسقف على ابرشيه اسيوط. احنا جايين من البليانه مع نيافه الانبا ويسا مطران البليانه، لما يقنه الانبا يؤنس من محبه كامله لشعب البليانه وخدمه كامله في سوهاج في دير الانبا شنوده وفي كل مكان كان فيه في الدير. الانبا يؤنس يملك كل الحب للانبا ويصا، واحنا كشعب البليانه بنملك الحب الكامل للانبا يؤنس. ربنا يدومه على كرسيه ويثبته عليه، وهو خليفه فعلا الخليفه للمطران الانبا ميخائيل فعلا، وهو قدير ان هو يكون بكلامه. واختيار الانبا تودروس نعمه ربنا، هي نعمه كبيره وعطيه من السماء، وربنا يحافظ عليه ويثبته على كرسيه سنين عديده وازمنه سالمه مديده. احنا مبسوطين خالص ان الانبا يونس جه عندنا اسيوط، ربنا يبارك فيه ويكون سنينه يا رب دايما كلها عمر وسعاده. مبروك علينا يا سيدنا، قدسك بقت مطران اسيوط، ودي بركه كبيره لينا، وربنا يعينك على رعايه اسيوط. بصراحه احنا ربنا يعني اعطانا اسقف جديد للانبا يونس، يعني واضح كده من شخصيته ان هو قلبه طيب ويعني محب وهيسع كل الناس، ونشكر ربنا ان ربنا اعطانا برده خليفه للانبا ميخائيل امتداد ليه. نقول لك يا سيدنا الف مبروك،
واحنا من اسقفيه الخدمات، وكان يعز علينا وفتره جميله قضيتها معانا بكل امانه وصدق، وتحملت الكثير، ويعني كنت بتخلص امور صعبه، والرب اختارك لتكون لبرشيط اسيوط البرشيه العريقه المحبه للمسيح. والف مبروك يا سيدنا.